دينا، حاجات كبيرة قوي. ممكن تبصي لإيديا ديت شوية؟ اه بصي بصي، ركزي بس كده، ركزي ركزي. دينا نمتي؟ حاسة إنك نمتي؟ يعني دايخة كده. أيوة نامي، عايزك تنامي. ضغط. نامي يا دينا. نامي. دينا. دينا. هتصحوها كده، اسكت. دينا. نعم. بما انك مش عايزه تقولي عشان الامن القومي، انت دلوقتي ممكن وانت نايمه تقولي كل اللي انت عارفاه؟ محاضر ايه؟ مش مشكله. انت جبت سيره محاضر؟ ما عايز تبقى ايه؟ اقول لك ايه؟ مين اللي ودى، مين اللي ودى حماده هناك؟ حماده اللي اتسحل؟ حماده اللي اتسحل، اه اللي هو سحل المتظاهرين؟ اللي هما ايوه. مين اللي ودى حماده هناك يا دينا؟ كان رايح ياخد كرسي من التحدي. اه يا عيني، بيجهز بنته. اه فهو كان رايح ياخد كرسي من الاتحاديه عشان يحطه في الجهاز. يا خوفي تكوني نمتي نوم عميق. طب المخطوفين يا دينا بيروحوا فين؟ مقطم. المقطم؟ ما هو بيقولوا، قال الولد اللي من الاخوان اللي راح طرف، قال لهم لما خدوه النيابه وراحوا بيه على الجبل الأحمر، قال لهم مش هو ده المكان اللي شاف فيه الجندي، فيظهر فيه مكان تاني غير بشرطة. فانت وبيعذبوا، تفتكر الإخوان بيعذبوا المتظاهرين؟ انت بتسألين أنا؟ ما احنا لسه ما نعرفش. يا دينا أنا اللي صاحي، انت اللي نايمة. الإخوان يظهر عليهم والله أعلم. يعني بيودوا الناس المقطم؟ ما هم راحوش الجبل الأحمر. يبقى راحوا فين؟ يبقى راح المقطم. ممكن. ده أنا كنت فاكر إن المقطم بيروحوه بيعملوا فيه حاجات تانية. لا، مش فيه مرشد؟ آه. طيب. يمكن يبقى بيروحوا جنبه أو حاجة. طب دينا، محمد الجندي مات إزاي؟ اتسحل واتضرب واتكهرب واتبهدل. أبوه اتكلم في البرنامج بتاعي كانش لاقيه. وعملت نداء. تاني يوم الساعة 3 ايوه ابوه كلمني، قال لي المستشفى كلمتني. اه وقالت لي محمد هناك، بيقولوا خبطته عربيه. بس يا استاذه انا قلت لك امبارح ان صاحبه قال انه سايبه في الجبل الاحمر اللي بتاع الاخوان المسلمين، لما النيابه خدته قال مش هو ده المكان اللي اتضرب فيه محمد الجندي، وشفتهم وهم بيضربوه بيعذبوه، وانا رايح مع اصحابي من الاخوان المسلمين علشان رايحين، كانوا 19 واحد رايحين يعذبوا النشطاء السياسيين في الجبل الأحمر. يعني 60 واحد طلع قال لك دي حادثة؟ طب الشرعي بيكذب. بيكذب؟ ما بيقولش الحقيقة. طب وما أنت عندك خالد سعيد، وخالد سعيد كان مات بالبانجو. آه وجهة نظر برضو. محمد الجندي تاني تقرير اسود في تاريخ الطب الشرعي في مصر. نامي يا دينا، نامي نامي.